أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم المحبوبة التي تأتيكم يوميا على قناتكم البلاد تيفي. راه مشاهدينا الكرام كما جرت العادة ورقة وسيلة من فضلكم باش تدونوا معنا الوصفة تاع اليوم. في نفس الوقت نذكركم برك بلي رقم الهاتف يجوز قدامكم أسفل الشاشة، مادا بكم تكتبوا لنا استفسار تاع اليوم باش تعطونا رأيكم وانطباعاتكم في الوصفة تاع اليوم، وتقولوا لنا واش من حاجة راكم حابينها في الوصفات المستقبلية. يلا مشاهدينا الكرام زدنا مع السلسلة تاع فصل الشتاء بيان سور على حساب لي سبونسور اللي عندنا. جبت لكم واحد زوج وصفات راح يكونوا بزاف شابين وحاجة بنينة وتاع الشتاء. جبت لكم اليوم واحد الخبز تاع الدار تقليدي 100% تاع زمان تاع جدودنا. جبت لكم طريقه سهله وجديده وشابه ومقيقيه في نفس الوقت مشاهدينا الكرام بالخف بالخف كيما راكي مدام زوج دقائق تروحي تخدمي شغلك وتجي يكون طايب، يجي وليداتك من القرايه قدميه لهم. وجبت لكم اليوم ثاني مشاهدينا الكرام شربه بالبرغل. على بالي بلي كاين دي جون بزاف دوك ديهم بيزار، كيفاش نديروا شربه بالبرغل؟ وعرفوا الناس تاعنا يا شربه فريك يا ولفو يا شربه فريك جماعه ولا شربه فرميسه. اليوم شاف سليمان جاب لكم شربه بمن؟ بالبرغل. يلا تبعوني مليح مش حتعطيوها غير تاع الشتاء غير تاع برد، راح تكون بزاف بنينه والبرغل فيه قيمه غذائيه كبيره جماعه. يلا تبعوني مليح. الحاجه الاولى مشاهدينا الكرام راح نبداو الخبز نتاعي. هنا راح ندير نص كاس تاع الماء يكون دافي. انا راح نستعمل الخلاط الكهربائي مشاهدينا الكرام، ماشي لازم انا باش نربح الوقت هذا ما كان. عندي نص كاس تاع الماء يكون دافي، عندي نص كاس تاع الحليب يكون دافي، عندي انا مشاهدينا الكرام زوج مغارف تاع السكر، عندي زوج مغارف تاع الخميره تاع العجين. تبعوني مليح. نضيف عليهم الكاس الاول تاع الفارينه اكونديسيون جماعه يكون مغربل. صح. خوتنا من فضلكم تبعوني بها هنايا، صح ماشي كي تعرف واش راني ندير في الوصفه، صح لازم تتبع الخطوات. نخلطوا المكونات تاعنا هذوما كيما راكم تشوفوا فيهم. درنا نص كاس تاع الماء ونص كاس تاع الحليب يكونوا دافيين، سما كاس بيناتهم، وضفنا عليهم زوج مغارف تاع السكر وزوج مغارف تاع الخميره تاع العجين، وضفنا عليهم كاس تاع الفارينه. هنا جماعه نغطيهم كيما راهم هكذا، شوف ها هكذا، نخلوهم يخمروا على الاقل 14 ولا 15 دقيقه. نخلوهم يخمروا. بعد ما يخمروا لكم خاوتنا وخياتنا، نجو نضيفوا عليهم 8 مغارف تاع الزيت. ونضيفوا عليهم باكي تاع خميره كيميائيه. ونضيفوا عليهم شويه تاع السانوج. صح. ونجو نكملوا بالفارينه. انا جماعه بالنسبه للكميه تاع الفارينه على حساب الكاس اللي راح تاخذوه انتوما. انا مشاهدينا الكرام العجين تاعكم ما تيبسوش من فضلكم. العجين تاعكم مشاهدينا الكرام ما تيبسوش. ما تيبسوش تخليوه شويه شغل اللي يشد لكم شويه في يدكم. هنا مشاهدينا الكرام نروحوا نخلو العجين تاعنا قلت لكم حتى وين يدور لكم مليح في الخلاط الكهربائي ولا تعجنوه، وتخليوه يخمر حتى وين يتكونفل لكم العجين تاعكم مليح. هنا مشاهدينا الكرام انا كنت ديجا وجدته من قبل. بالنسبه للعجين تاعي راهو ديجا بدا يخمر، ماهوش خامر مليح مليح، مي على العموم راهو بيان. ناخذ السنيوه نتاعي، انا استعملت هذه السنيوه المدوره، ولا شويه تاع الزيت ولا شويه تاع الفارينه. صح جماعه هذا الخبز لازم تجربوها، عبالي بلي تولوا مدمنين عليه، الخبز هذا لازم تجربوه. هنا نديكازيو الخبز نتاعنا ولا العجين نتاعنا، نجي نحطوه مباشره في هذيك السنيوه اللي راح نطيبوا فيها الخبز. نجو نطلو الشكل على حسب السنيوه هذيك. جماعه الخبز تاع الدار هذا ما تراطيوهاش الله يعطيكم الخير. يسيو كيفاش ما تراطيوهاش من فضلكم، باسكو فريمون خبز الشباب بزاف وخفيف ويجيكم مفخفخ. يسيو كيفاش تساويو كامل الاطراف مع بعض. يجيكمش جهه عاليه على جهه. شفتوا بلي العجين يمشي وحده، سي بور سا قلت لكم من فضلكم ما تيبسوش. صح. هنا مشاهدينا الكرام راح نزيدو نخليوه يخمر للمره الثانيه. نخليوه خاوتنا وخياتنا يخمر لكم للمره الثانيه. نجو لهنا نطلو لا ديكوراسيون هذه.
فوالا قلت لكم نخليوه، قلت لكم يخمر، نجيو نعطلو هاد لا ديكوراسيون دوك يخمر، يبان لكم هاد لي تخي يبان لكم مليح. ها فوالا طريقه بزاف سهله. مشاهدينا الكرام هنا هذه هي راح لي، هذه هي كيف كيف. هنا مشاهدينا الكرام واش راح نديروا له؟ راح نغطيوه ونخليوه قدامكم، نغطيوه ونخليوه هنا قدامنا على الجانب. بعد ما تشوفوه خمر حوالي 10 دقائق واحده اخرى، نجيو ندهنوه بصفر البيض شويه تاع الحليب ونديروا له السانوج من الفوق وندخلوه للفرن. مشاهدينا الكرام نروحوا بالنسبه للشربه فيرميسال نتاعنا. راح ناخذوا هاد الطنجره نتاعنا، حاجه الاولى مشاهدينا الكرام راح نديروا مغرفه تاع السمن. جماعه قلت لكم بالك راح تجيكم حاجه جديده، شربه بالبرغل، صدقوني راح تجيكم بنينه بزاف، راح تجيكم بزاف بنينه وتعجبكم مليح في نفس الوقت غير تاع برد وشتاء. يسيو كيفاش ما تراطيوهاش هاد الشربه، الله يعطيكم الخيره. ديروا مغرفه تاع السمن قلت لكم، مغرفه تاع الزيت. عندي هنا مشاهدينا الكرام صدر تاع الدجاج، ولا كانوا عندكم العنوقه ولا الرقابي، ولا كانوا عندكم باغ اكزومبل زوج جناحتين ولا العادي. انا برك هنا عندي قطعه صدر دجاج صغيره، راح نستعمل لا بلونش نقطعوها. هكذا بالطريقه هذه. يلا مشاهدينا الكرام مازلنا نستناو في اتصالاتكم، راه من قم الهاتف راهو يجوز قدامكم اسفل الشاشه. ماذا بكم مشاهدينا الكرام تكثرونا الاتصالات باش تحلى الحصه تاع اليوم. نهضروا شويه تانيك على خبز الدار، في نفس الوقت مشاهدينا الكرام نهضروا على هاد الشربه تاع البرغل. الحاجه الاولى مشاهدينا الكرام راح ناخذوا هذاك القطعه تاع صدر الدجاج تاعنا. دقيقة برك نقليوها في هذيك المغرفة تاع الزيت مع هذيك المغرفة مشاهدينا الكرام تاع السمن. بعد ما نتقلوها مليح نبداو نضيفوا لها المكونات تاعنا تدريجيا. هنا مشاهدينا الكرام قلت لكم الشربة تاع البرغل راح تكون شربة تاع فصل الشتاء، راح تكون بزاف شابة وبنينة، راح تكون شوية مسكة بالحرور، في نفس الوقت راح نديروها تقيلة بزاف. صافي ندير البرغل نديروه على حساب كمية الطنجرة ولا على حساب كمية أو عدد الأفراد العائلة. سي بوغ سو اللي قلت لكم راح تجيكم بزاف شابة، وعلى بالي برك تلاقوها بحبيبة تاع البوراك ولا راح يكون طبق متكامل. وهكذا تقدروا ديروه في هذا الطبق اللي درناه اليوم، عبارة عن شربة تاع البرغل الصحية. نضيفوا عليها مشاهدينا الكرام هذا الخبز تاع الدار، تقدروا ديروها للعشاء راح تكون ما شاء الله. راح نضيف مشاهدينا الكرام حبة تاع البصل تكون مقطعة صغيرة، هنا نخليو البصل تاعنا يتقلى لنا مليح مع هذاك الصدر تاع الدجاج. ولا كانوا عندكم عنوقة ولا كانوا عندكم جناحتين ولا كانوا عندكم غير لي كاركاس تاع الدجاج، ولا كاش ما قعدت لكم قطعه درتو كاش حاجه وقعدت لكم، ولا تقدروا تستغناو عليها كامل، ما تقدروش تربطوا روحكم بالقطعه تاع الدجاج. حنا القطعه تاع الدجاج المشاهدين الكرام دفناها، وانتوما تقعد ليكم الاختيار باش ما نعجزوكمش. ماشي صافي يدير على جال هذه القطعه تاع الدجاج ولا القطعه تاع اللحم ما نطيبوش الشربه بالبرغل نتاعنا. الشربه بالبرغل نتاعنا راح تكون سامبل وبنينه وخفيفه، راح تعجبكم بزاف. هنا مشاهدينا الكرام اوكي عندنا قطعة تاع الدجاج هذه راهي تتقلى كيما راكم تشوفوا، مع الحبيبة تاع البصل، مع في المغرفة تاع السمن، مع المغرفة تاع الزيت هذه. هنا مشاهدينا الكرام عندنا هذا المنتوج مهدي، عنده تانيك لاكام هذه تاع الحميصة، عنده الصغيرة وعنده الكبيرة. دوكا راح ناخذوا هاد الحميصة الصغيرة، نحينا برك الماء. نجو نضيفوها مباشرة. هنا لابواط هذه فيهاش بزاف، فيها حوالي 180 غرام هكذاك، يسمى كيما نقولوا فنجان ولا شويه على الفنجان. هنا مشاهدينا الكرام رانا نخلو الشريبه نتاعنا تتقلى على نار هادئه، ونبداو نضيفوا لها في المكونات تاعنا تدريجيا. الناس اللي لحقوا بينا روطر، كنا درنا لكم خبز تاع الدار، المكونات تاعو متواجده في كل منزل. جبنا الجفنه تاعنا ولا جبنا البول تاع
الخلاط الكهربائي درنا فيه مشاهدينا الكرام نص كاس تاع الحليب، نص كاس تاع الماء يكونوا دافيين، جمهر تاع السكر، جمهر تاع الخميره تاع العجين، نخلطوهم مليح، نضيف لهم كاس تاع الفارينه، نخلوهم يخمروا على الاقل 15 دقيقه. هذه خطوه مهمه جدا. بعدها نضيف عليها شويه تاع السانوتش، باكي تاع خميره كيميائيه، 8 مغارف تاع الزيت، ونليموها ونديروا شويه تاع الملح بطبيعه الحال، كنت ما درتش الملح. صح. ومن ثاني مشاهدينا الكرام، من بعد نديروا لها نص كاس تاع السميد يكون رقيق، ونكملوا نليموها بالفارينه، ما تخلوهاش تيبس لكم بزاف، تقعد تشد لكم شويه في يدكم. بعدها نخلوها تخمر، بعد ما تخمر نجو نشكلوها كما راكم تشوفوا هنايا، ونزيدوا نخلوها تخمر للمره الثانيه مشاهدينا الكرام. بعد ما تخمر لنا للمره الثانيه، نجو نديروا لها صفار البيض وشويه تاع الحليب وشويه تاع السانوج من الفوق، ونبعثوها للفرن على 180 درجه لمده 25 دقيقه، وراح تكون واجده. هنا مشاهدينا الكرام رانا نشوفوا باللي الصدر تاع الدجاج تاعي راهو تقلى عليه ما شاء الله. نجو نديروا له هذا البوكي غارني، هذا البوكي غارني، سمحوا لي، هذا البوكي غارني مشاهدينا الكرام فيه شويه تاع القصبر، فيه شويه تاع النعناع، وفيه شويه تاع الكرافس، فهمتوني؟ شويه قصبر، شويه نعناع، وشويه كرافس. نديرو بوكي غارني باش الناس اللي ما تحبش الحشيش، تحب غير الذوق تاعو ولا، نديرو مباشرة هكذا. شوفوا معايا، نديروه ونربطوه هنا هكذا، نربطوه بالخيط ونحطوه من هنا. هاد العفسة يا حبيبي باش من بعد ما تبقاش تحوس عليه، ديريكت تفتح الخيط تجبدو وتنحيه، نقص عليهم الخدمة ويربحوا الوقت، وتكون حاجة براتيك. والشربة تاعكم ما تجيكمش معمرة بالبقايا تاع البوكي غارني، باسكو البوكي غارني تاعنا ماناش ماشينو رقيق. لو كان باريكزوم درنا شوية تاع القصبر ولا شوية تاع النعناع مقطع رقيق عادي يقعد يموت، بصح كي يقعد لكم هذاك الغوص لداخل الشربة كي تسقيو يجي ميشوم، يجو ماشي شابة. هنا مشاهدينا الكرام نجو نضيفوا عندنا زوج حبات تاع الطماطم كنا سكرفجناهم ونحينا لهم الزريعة. نذكركم برك باللي مشاهدينا الكرام كنت درت قطعة تاع الدجاج في حبة في مغرفة تاع الزيت مع مغرفة تاع السمن، شوكولي، وضفنا عليها مشاهدينا الكرام كما شفتوا شوية تاع البصل، حوالي حبة تاع البصل، وضفنا عليها تاني مشاهدينا الكرام علبة تاع الحميصة من منتوجات مهدي. أنا هنا راح ندير نص حبة تاع الكورجات تكون مسكرفجة، أنا نحب ندير بزاف الكورجات في الشربة، تعطيني واحد الذوق، واحد القوام، روعة كبيرة. مي كونديسيون ما تكثروش بزاف، ديروا كمية قليلة، باسكو علاش؟ الشربة تتغير حسب العادات والتقاليد تاع المنطقة. هنا في الشربة تاع البرغل ديروها عادي، كاين شربة باريزون تاع خاوت ناس الشرق ما يديروش كامل الحميصة وما يديروش الكورجات، يديروا غير البصل والطوماطيش واللحم والبولات هذوك، كاين اللي ثاني كيزيدوا لها الدجاج، ولي زيبيس يديروا القصبر اليابس ويديروا الفلفل الكحل فقط. وكل منطقه وكيف، هنا ناس الجزائر يديروا الكورجات، يديروا القرفاعود، يديروا الحميصه، يديروا كل حاجه، وناس بليده، وناس شويه المناطق الداخليه مشاهدينا الكرام يديروا البطاطا، يديروا زرد، كل منطقه وتتغير حسب العادات والتقاليد. الشربه فيها لي كريتيك بزاف، سي بور سا ما نحبش كامل نديرها، فهمتوني؟ باسكو فيها بزاف تعليقات، هما ما يفهموش باللي تتبدل على حسب المنطقه، كل انسان كيفاش كابر، هما يقول لك احنا ما نديروش هذه، احنا ما نديروش هذه، ومن بعد خاوتنا لو كان تشوفوا التعليقات تلقاو باللي الشربه ماشي لا فاسون اللي طيبها الشيف، سواء انا واحد واحد اخر اللي غلطه، باسكو هو يهضر على نفسه هذاك المواطن. تسمى من بعد كي تقرا التعليقات تلقى كل منطقه واش يديروا لها، سي بور سا اللي تبان لهم باللي هذيك الطريقه غلطه. ديروا شويه تاع الملح، نديرو شوية تاع الفلفل الكحل، نديرو شوية تاع القصبر يكون يابس، نديرو شوية تاني تاع راس الحانوت اختياري هنا، تحبو تضيفوه تحبو تستغناو عليه. سما لي زيبيس اللي عندنا فلفل الكحل والقصبر يكون يابس، وراس الحانوت مشاهدينا الكرام يكون اختياري. هنا نخليو الشريبه تاعنا الله يبارك تتقلب بنت رمضان، تقولوا لها الريحه راهي روعه،
اوكي نخرجوا صح. هنا راح نضيف مغرفه تاع الطماطم والصبارة، راح نضيف مغرفه معمره مليح تاع العكري، راح نضيف مشاهدينا الكرام شويه تاع الفلفل الحار الدرس اللي كنا خدمناه كيف كيف في الحصص الماضيه، وعندي مغرفه تاع الطرشي ولا تاع الحلو اللي كنا تانيك خدمناهم كيف كيف. هذا واش فيها الشريبه نتاعنا، نخلوها تتقلى مليح على نار هادئه. بعد ما تتقلى لنا مليح ونشوفوا الحميصه تاعي باللي بدات تطيب واللحم تاعي كيف كيف، نمرقوها كي تبدا تغلي نرميو البرغل نتاعي. راح نخلي كلش هكذا. الخبز تاعي مشاهدينا الكرام راح نديلو برك صفار البيض ونبعتو للفرن. مشاهدينا الكرام اذا تكرمتم لا تذهبوا بعيدا، فصل قصير نرجعوا لكم باش نكملوا معكم باقي الوصفات. مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم بالنسبه للوصفات تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. درنا لكم وصفات فريمون بحاجه ما كاش طلعنا لكم اليوم، لوحه فنيه تتغنى عليها الحاضر والغايب. بالنسبه للشربه فيرميسال تاعنا، عفوا للشربه البرغل تاعنا، كانت طريقه شابه وجديده، جات فريمون بنينه بنينه بزاف. هكذا شوفوا واش جات ملبيه ما شاء الله، كي الفوق كي التحت، ماشي هذيك اللي دير الزيت. فوالا شوفوا لي هنا جماعه، شوفوا لي القوام تاع الشربه تاعنا شحال جا شباب، شوفوا لي جات ملبيه بطبع، تبانش كاع بلي تاع برغل. شوفوا لي فوالا، شوفوا شكرا لكم. بالنسبه لكم مشاهدينا الكرام للخبز نتاعنا، الخبز جماعه خبز تاع الدار شوفوا جا مفخفخ وطري، هذه لا روسيت ما تراطيوهاش. انا ني ريجيم صح اليوم، صدقوني غندوق شويه خبز. شوفوا لي الخبز شحال جا شباب سخون، دوك خرج يا ربي عنده 30 ثانيه. فوالا جماعه هاد لاروسيت تاع خبز الدار من فضلكم ما تراطيوهاش. شوفوا لي كيفاش جا، شوفوا كيفاش جا مفخفخ. الله الله او يتكلم جماعه ليكيب، هاد الخبز من فضلكم ما تراطيوهاش، الله يعطيكم الخير. شوفوا لي كيفاش جا اسفنجي. هنا بالنسبه لروسيت صالي نتاعنا شوربه بالخبز تاع الدار. بالنسبه مشاهدينا الكرام الكاطو تاعنا اللي كنا خدمناه كيف كيف، شوفوا لي داك الجمال فريمون، بريزونطاسيون تجيكم روعه، يجي بزاف شباب خفيف. كيفاش تقرمش، اسمعوا لي القرمشه، اسمعوني اسمعوا لي القرمشه. ما رانيش مبويب مليح سي بوغ سا هنا خفت نطيح برك. جماعة يجيكم طايب حتى للقلب، يجي خفيف، هذاك لاكخيم تاع الداخل تجي بزاف بنينه، يسير كيفاش ما تراطيوهاش. مشاهدينا الكرام ان شاء الله حصة اليوم كانت نالت اعجابكم، ان شاء الله تكونوا دونتوا معايا الوصفة تاع اليوم. نعطيكم موعد جديد مع وصفة جديدة، قعدوا دوما عافية لحصتكم واش نطيبوا اليوم. من الشيف سليمان جماعة واش بقى لي نقول لكم، سلام.